السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنزل لكم وصفة صينية الدجاج بالبطاطس بالدجاج على أصولها. الصينية دي جميلة جدا وحلوة قوي. انا كده عملت معاكم مرتين صينية بطاط بالدجاج، بس عملتها بطرق مختلفة جدا. النهاردة انا هعمل صينية البطاطس الجميلة اللي هي التقليدية، بس على طريقة اللي انا بحبها. تمام، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طبعا المقادير بتاعتي، عندي بطاط، عندي هنا بطاط وجزر وتوم وجنزبيل وبصل. تمام، دي الحاجة اللي انا هستعملها ليها. وعندي فلفل الوان احمر واخضر مقطعين كده سلايس واصفر. تمام، وعندي طماطم علشان هسقي بيها طماطم. وعندي الدجاج بتاعي كده مخلي من الجلد طبعا عشان يكون مغسول ونضيف جنبنا. وعندي البهارات اللي بستعملها في صينيه البطاطس العاديه، ما بحبش اغير نكهتها دي بالذات، فما بحطش لا روزماري ولا بحط تمريندي ولا بحط النعناع والحاجات اللي بحطها في الصواني اللي قبل كده. دي هعملها بالايه، بالتوابل العاديه، كزبره وكمون وبهارات دجاج وفلفل اسود وملح ورشه لومي اللي بتديها نكهه حلوه، ووحده جوزه الطيب هنبشرها مع بعض فيها. تمام كده، يبقى دي كده مقاديرنا البسيطه السهله لصينيه الدجاج. وهنا في الصينيه اللي هنعمل فيها حاطين معلقه السمنه بتاعتنا. تمام كده، هنقول بسم الله وهنشوف هنعمل ايه حالا. هنعمل دي كده ونحط توابلنا مع بعض جنبنا. هرجع الستاند شويه عشان يبقى كل حاجه واضحه. ونحط هنا على النار الصينيه بتاعتي. انا بس ايه اوريكم بحبها ازاي، بحب ازاي اعمل صينيه الدجاج بتاعتي هنا. وباخد الدجاج بتاعي كده، طبعا انا باخد بقى كل بهارات دي في بعضها كده، وببشر عليها بقى جوزة الطيب. طبعا تتبشر على الناعم. تمام، وتسيب الدهنة تسخن. هاخد ده كده اتبل كده بيه ملح مع التوابل كلها زي ما انتم شايفين. هنتبل الدجاج بتاعنا بالشكل دوت ومن جوه. اهم حاجه كده هنتبل كل واحده كده وننزلها فين، على السمنه. جربوها بالطريقه دي بيبقى طعمها خطير 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 خطير. انا بحب اشيل الجلد قوي من الدجاج عندي. اول حاجه ملوش لازمه، مش صحي، ما تضمنيش يعني، هو مش حلو صراحه، مش صحي. الدجاج الجلد اللي على الدجاج مش صحي. زمان واحنا صغيرين كنا بنتخانق عليه. الليمونه بتاعتنا زمان واحنا صغيرين كنا بنتخانق مين ياخد الايه ديت كده اللي كبلتها، بس مش هحطها دلوقتي، دي خليها هنا دلوقتي. تمام كده، تمام كده تمام. دي بقى تتحمر، هنخليها كده تتحمش من الناحيتين، وهي هنا على النار بتتحمر. احنا مع بعض هنقطع الحاجات دي. تمام كده،
هقطع البطاطس بالحجم ده حبايبي عشان تبقى طعمها حلو وجميله. البصلة بالحجم ده كده بالشكل ده. الجزر برضو هنقطعه حلقات كده بتاعتنا اتحمر كويس من الناحيتين وخدت الصدمة ونسيت منها ميتها وكل حاجة. دي خطوة جميلة. عايزة بس اوريكم هنا شوفوا تبقى كده تتحمص قوي كده. انا حطيت هنا الدجاج ماشي وحطيت هحط عليها بصل حلقات. وهخلي واحده تتحمر معاها وواحده هنا تتحط مع ايه؟ مع الدجاج في الاخر بس واحدة ضروري تتحمر معاها. وهنحط على دي ثوم برضو حلقات. انا ماشية معاكم خطوة بسيطة بصلاية مع الجنزبيل مع فصين ثوم برضو. هاخد بقية التوابل هنا انزل بيها هنا بس مع الفلفل الالوان كده خضار اهو جاهز. دي الطماطم، الطماطم هعصرها بالخلاط. وهنا هشوف دي شايفين شايفين متحمصه ازاي. هنا بقى هنزل بحاجه هنا هاخد كل خضاري كده انزل بيها. وتاكلوا احلى صينية بطاطس في الدنيا بالطريقة دي ان شاء الله. لا جميل شوفوا ما شاء الله جمالها. بطاطس تحفة تحفة كده وحاطه كل حاجتي عليها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هبدا احط عليها شفشق الطماطم اللي ضربته بالخلاط. وطبعا شفشق الطماطم حطيت وانا بضربها معلقتين معلقه واحده بس روب وشويه فلفل اسود وملح. وعندي هنا كام شريحه طماط هحطهم هنا كده. وانا كده صينيتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها يفتح النفس اصلا وهي نيه. هغطيها بالقصدير ادخلها على الفرن بس تغلي غلوه واحده عشان بحب اسويها كلها في الفرن. وكده حبايبي هي استوت وهفتح الشوايه من فوق. دلوقتي هنعمل مع بعض الرز اللي جنب صينيه الدجاج بيبقى تحفه قوي. عندك هنا حاطه الجدر بتاعك فيه الدهن بتاعك وهعمله بلسان عصفور اي كان بقى عندك حروف او لسان عصفور الطويل في الحبه الطويله. هتحطي هنا لسان عصفور على الدهن وعندك هنا الرز بتاعك مكسور تمام والملح بس ده اللي انا هحتاجه الرز والملح. وعندي هنا كوبايه لسان عصفور مع كوبايه ونص رز تمام كده. وكل اللي هحتاجه بس اطحن فصين ثلاثه هيل لان بيطعم الرز جدا ده تمام كده. دلوقتي انا هحمص لسان عصفور شايفين كده بقى باللون الحلو دوت الجولد. اول ما يبقى لونه كده جولد تروح ايه بس جولد براون شويه مش جولد فاتح قوي لا شويه بني لان هيفتح معانا في الرز. هاخد الهيل بتاعي اللي انا طحنته هحطه عشان ياخد النكهه حلوه. وهاخد الملح هحطه تقدري تضيفي معلقه سكر كمان وهقلبهم مع بعض.
وهضيف دلوقتي الرز بتاعي. حط الماي وهغطيها لقدام قدر عندنا وهغطيها وبعد ما يستوي هوريكم ده ان شاء الله. ما شاء الله طاز حد زين مكسور وجميل جميل جميل جدا وريحه الهيل رهيبه. كده خلصت حلقتنا مع احلى زي ما انتوا شايفين الرز طلع جميل جدا ما شاء الله. شوفوا شكله جربوه بالطريقه دي هيعجبكم قوي قوي. واهم حاجه اللي بطلت الحلقه النهارده صينيه الدجاج بالفرن بالبطاط. شوفوا شكلها رائعه رائعه رائعه. انا ما بحبش فيها صوص كتير، بحب فيها الصوص كده يكون كده ما يكونش كتير قوي، تكون متحمصه. شفتوا بقى الحركه اللي احنا حمصناها دي هي اللي بتخلي الدجاجه بتاعتك تتحمرها كويس جدا من تحت ومن فوق كده. شوفوا مستويه ازاي ومهريه، والتتبيله اللي احنا متبلينها فيها بجد جربوا طريقتي هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظروني في حلقات كتير لصواني الدجاج. وان شاء الله الحلقه الجايه هتكون حلقه الدجاج بالكاتشب في الفرن. إذا كانت عجبتكم الحلقة ما تنسوني سبسكرايب، إذا كنت أول مرة تشوفوا قناتي سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، فعلوا زر الجرس والسلام عليكم.